السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في قصة جديدة. كما شفنا في الحلقة السابقة واللي ما شافهاش يعاود يشوفها، الحلقة كانت على واحد السبب الأسباب اللي خلات سفينة تيتانيك تغرق. ومني كنت في البحث ديالي على ذاك القصة لقيت واحد القصة غريبة، وهي تواجد عرب على التيتانيك وكلهم ماتوا إلا واحد فيهم اللي بقى عايش وشاهد على شنو وقع لهم ذاك الليلة وكيفاش تمت معاملتهم. وإذا كنت من عشاق القصص الواقعية ما تنساناش بواحد الاشتراك لدعم القناة، خلينا شي لايك، خلينا شي تعليق ولا شي نقد بناء. نصلي على النبي ونبدأ قصتنا. هذا الشخص هو حمد حسن من مصر. غنسألو كيفاش حتى شي وسيلة إعلام ما ذكرات بأن كانوا عرب على السفينة في ذاك الليلة ولا في ذاك الوقت. وهذا هو السر اللي بقى مخبي، لكن الفضل تيرجع لله وتيرجع لهاد الأخت اللي قدرات تبحث في هاد القضية وقدرات تعرف حتى رقم الغرفة اللي كان ساكن فيها ولا اللي كان فيها حماد، وكذلك الرقم ديال القارب قارب النجاة اللي نجا فيه. هاد الأخت هي ياسمين سعد، مصرية قدرت تألف كتاب وسماته تذكرة على متن التيتانيك. وحمد رجل مصري عاش في مصر، يعني اش وصلوا للتيتانيك، وبالخصوص كان في الدرجة الأولى وكان الكل تيشوف المظهر ديالو لأنه رجل عربي، يعني عينيه كانوا خضر وكان لبس لباس عربي 100%، يعني الجلباب والعمامة، ويعني هو الرجل الوحيد ولا العربي الوحيد اللي كان في الدرجة الأولى، وكل شيء يقول تيشوف فيه المظهر ديالو وسموا عليه الرجل الغامض. وما كان تيتكلم مع حتى شي حد يعني في السفينة إلا جوج الناس اللي هما هاد الزوج، يعني زوجين اللي هما هنري وميري هاربر، أمريكيين. غنقولوا أش من علاقة اللي كتجمع ما بين حسن ولا حمد، اللي كتجمع ما بين حمد وهنري وميري. القصة كتبدأ وهو حمد حسن يعني في سنه 27 من عمره كيشتغل كترجمان وكمرشد سياحي، وعنده 3 ديال اللغات في لسانه اللي هما الإنجليزية والألمانية والفرنسية. وكما قلت بما أنه مرشد سياحي، يعني هذا اللي جعله يكون تعرف بزاف ديال الأجانب وكسب معهم صداقات. وبما أنه مرشد سياحي، يعني كان بعض الأجانب اللي كيصحبهم معه الدار، يعني كيكرمهم بأكل عربي، وكان يعني برزقه كريم. وهذا اللي خلى هنري وميري باش يردوا له الجميل، وهو عرضوا عليه عندهم الأمريكا، ولكن غيمشيو على سفينة التيتانيك اللي كتقلع من الإنجليز لأمريكا. المهم حمد وافق وحجزوا له تذكرة اللي الثمن ديالها 78 جنيه استرليني، ما يعادل هذا الوقت 8000 دولار. المهم حمد خلى مراته حاملة بشهرين على أساس، وكان وقتها عاد تجوج، يعني خلى مراته حاملة بشهرين على أساس باش غادي يغيب شهر واحد وغادي يرجع. وكذلك يعني السفر وقتها على التيتانيك شيء مغري، السفينة العملاقة التي لا تغرق، الرفاهية يعني والأرستقراطية. المهم حمد يعني مسافر في الدرجة الأولى وسط الأغنياء والأرستقراطيين، والكل يعني مندهش للمظهر ديالو. وحمد كيف قلت ما تيكلم حتى شي حد مرافق غير هنري وميري، يعني كيقيلوا مجموعين. وفي الليل كلها تيروح لغرفته، هو تيروح للغرفة ديالو وكذلك هما، إلى حتى الليلة الحديثة. وهذه هي القصة اللي ما حكاهاش حمد لأي وسيلة إعلام، يعني لا في الخارج ولا في مصر، وبقات مخبى إلى حتى حكاها لأولاده وأحفاده. وكذلك غنشوفوا علاش حمد ما تكلمش على ذاك الليلة اش وقع مع العرب. كيعاود حمد بأن في ليلتها يعني كان على سطح المركب، وفي لحظة هو يسمع يعني واحد الحركة غريبة وقعت في المركب، ما قدرش يعرف شنو هو السبب. وبما أنهم تواجدوا في السطح
كان قريب من غرفة القيادة، وهناك كيسمع بأن التيتانيك تضربات يعني من الطبق السفلي، الطبق الثالث كيف قلنا، واحد جوج ثلاثة، يعني هذاك هو الطبق اللي كان تقريبا فيه العرب بزاف. وكذلك كيسمع القبطان تيخبر باش ما يشيعش الخبر ما بين الناس باش ما توقعش فوضى. وكذلك يحبسوا ركاب الدرجة الثالثة، ولكن ركاب الدرجة الثالثة يعني بدا كيدخل عليهم المال لأن كانت الضربة تما كاينة. المهم هادشي كله على حساب ما كاينش كفاية في قوارب النجاة، لأن كاين 20 قارب ل 2200 ديال الناس، يعني ما كافينش إلا حتى النصف، يعني الأسبقية الناس الأغنياء. هنا حماد يعني تسمر في مكانه، وفي لحظة هو يفيق من الصدمة، وكان في إمكانه يعني باش يمشي شي قارب نجاة بما أنه عنده يعني من ركاب الدرجة الأولى، ولكن ما قدرش يسمح في الأصدقاء دياله. وفي الطريق ليهم هو يشوف المجزرة اللي وقعت للعرب، يعني شافهم كيف قلت هو دخل عليهم الماء، يعني شافهم طالعين تيبغيو يطلعوا للسطح. اش كيديروا لهم؟ اللي بغى يترمى في الماء اوكي، اللي ما بغاش يترمى كيتضرب عليه الرصاص وكيترمى في الماء بالسيف عليه هو ميت. يعني مجزرة حمد بقى فيه الحال، ولكن في لحظة هو يسبق عند هنري وميري، يعني دق في الغرفة ديالهم قال لهم بأن التيتانيك كتغرق، يعني قدروا باش يلحقوا ولا قدروا باش يوصلوا لقارب النجاة رقم 3، وكانوا تقريبا 3 من 20، كانوا تقريبا من الأوائل اللي كانوا على قوارب النجاة. المهم نقدوهم، وحتى العائلة ديال حماد يعني ما سمعت اخبار عليه، قالوا بأنه مات وما تكلموش عليه ولا، لأنهم عارفين مشى في التيتانيك والتيتانيك غرقت، هذا هو اللي بقى في البال ديالهم بأنه مات. ولكن الظروف والصدف سبحان الله، من بعد 3 سنين كيرجع حماد للدار ديالو. المهم كيف قلت هاد 3 سنين اللي غاب يعني مشكوك في أمرها. أما على العرب اللي تم تصفيتهم ذاك الليلة يعني، وخلاو وسبقوا الناس الأغنياء، لأن التأمين ديال الناس الأغنياء غيتابعوهم أهلهم، يعني غتكون عندهم خسائر كبيرة. أما العرب ما كانش اللي غادي يسول فيهم، فلهذا تم تصفيتهم يعني وضحوا بهم. أما حماد كيف قلت هذيك 3 سنين ممكن يكون تحتجز فيها باش ما يقول حتى شي حاجة، وكذلك ملي رجع ما تكلمش مع شي وسيلة إعلام، يعني 10 سنين هو ما تيركب حتى شي ركوبة من وسائل النقل، بقى مصدوم من داك الليلة. أما الأخت ياسمين سعد كيف قلت قدرت باش تلقى هذه الحقيقة، وقدرت باش تألف كتاب كيف قلت اللي سمته على متن تذكيرة على متن التيتانيك سنة 2018، وكان بالموافقة ديال الأولاد والأحفاد ديالو. أما حمد مات في سنة 1968 عن عمر يناهز 100، ومات ما كان عنده مرض ما كان عنده شيء، مات على فراش الموت. يعني تصوروا بأن حد ينجا من هاد الكارثة اللي وقعت، وكذلك عاش يعني حياته كاملة هو تشوف ذاك الليلة أشقع العرب خوته فيها. ونطلب من الله تكون عجبتكم هذه القصة، وحتى القصة ولا الموضوع الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم.